كان يا مكان كان في أرنبة بيضة وجميلة لابسة فيونكة حمراء اسمها روبي، عايشة مع أخوها مستكة في البيت. بس مستكة ده كان كسلان، مش بيعمل أي حاجة خالص، وكانت دايما روبي تصحى من بدري تروح تجيب الأكل وتنظف البيت وتعمل كل حاجة. إيه رأيكم يا أصحابي نشوف الحدوتة سوا؟ يلا بينا. صباح الخير يا مستكة، يلا قوم بقى، النهار طلع، يلا اصحى عشان نروح ندور على أكل في الغابة، يلا بسرعة. لا يا روبي، روحي انتي، انا عايزة انام مش قادر. انت كل يوم هتنام وانا اخرج اجيب الأكل لوحدي؟ خلاص ماشي، على العموم انا خارجة، يلا مع السلامة. مع السلامة. الحمد لله، شكرا يا ربي، لقيت أكل اهو. انا هروح بقى عشان اكل مع اخويا مستكة، زمانه جعان. شايف أرنب معاه أكل هناك أهو، أنا لازم أروح له. هات الأكل اللي معاك ده وإلا هاكلك. ها ها ها، أرجوك ما تاكلنيش، سيبني أروح وأعطيك كل الأكل اللي معايا، بس توعدني تديني الأمان. خلاص اتفقنا، هات الأكل اللي معاك ده وسيبك تروح. ها ها ها، انت صدقت إن هسيبك تمشي؟ ده الأكل بتاعك ده مش هيكفيني، ده أنا لازم أكلك. حرام عليك، سيبني سيبني أروح. افتح الباب بسرعة يا مستكة، بسرعة الحقني، الثعلب بيجري ورايا. أعمل إيه دلوقتي يا ربي؟ مستكة زمانه نايم ومش سامعني، أروح فين؟ أروح فين؟ أروح عند جارتنا وزة. يا وزة يا وزة، افتحي الباب بسرعة، افتحيلي، الثعلب بيجري ورايا. حاضر حاضر، خير يا روبي، مالك؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الثعلب كان بيجري ورايا وكان عايز ياكلني. امال فين مستكة؟ وازاي بيخليكي تخرجي الغابة كده لوحدك؟ مستكة مش بيساعدني في اي حاجة خالص، وانا اللي بعمل كل حاجة لوحدي يا وزة، وبيفضل نايم ليل ونهار. انا همشي بقى يا وزة، اكيد الثعلب خلاص مشي. شكرا يا صديقتي انك ساعدتيني. ماشي يا روبي، يلا مع السلامة، بس خدي بالك من نفسك بعد كده. فين الأكل اللي انت جبتيه النهاردة يا روبي؟ أنا جعان قوي. أعمل إيه بس يا ربي؟ مفيش معايا أكل، ده الثعلب خد الأكل بتاعي كله. طيب أعمل إيه؟ أنا هقول لمستكة أنا نسيت الأكل عند وزة جارتنا وهروح أجيبه. مستكة أنا نسيت الأكل عند جارتنا وزة، هروح أجيبه بسرعة واجي، مش هتأخر. يلا بسرعة بقى، أنا جعان قوي. مش هسيبك تهربي مني المرة دي، لازم أمسكك. هي روبي اتأخرت كده ليه؟ أما أروح أشوفها عند جارتنا وزة ناديلها. وزة وزة، افتحي الباب، فين روبي؟ روبي ما جيتش عندي دلوقتي يا مستكة، هي كانت عندي الصبح لما كانت مستخبية من الثعلب عشان كان بيجري وراها واخد منها الاكل وكان عايز ياكلها. هي مش حكيت لك على الموضوع ده ولا ايه؟ ده هي قالت لي انها نسيت الاكل عندك. طب هنعمل ايه دلوقتي يا مستكة؟ لازم نروح ندور عليها في الغابة، ممكن يكون الثعلب حاول يهجم عليها مرة تانية. مستكة مستكة الحق بسرعة، تعالى، دي توكة روبي الحمراء، أكيد هي قريبة من هنا. يا فرحتي يا فرحتي، بدل الوليمة الواحدة بقوا ثلاثة. سيبنا أرجوك، ما تاكلناش، ده احنا بندور على صاحبتنا روبي، أرنبة لونها أبيض وجميل ولابسة فيونكة حمراء، ما شفتهاش؟ الأرنبة البيضة اللي لابسة فيونكة حمراء، شفتها، ده عندي في البيت. ممكن تودينا عندها أرجوك؟ طبعا، تعال وانا اوديكوا عندها. كده بقى معايا 3 ولايم، انا هخرج بره ادور على فريسة كبيرة لان التلاتة دول مش هيكفوني. ايه ده؟ ده الثعلب نسي الشباك مفتوح، يلا بينا نخرج بسرعة قبل ما يجي ياكلنا. انت السبب يا مستكة في كل اللي حصل مع روبي ده، لو كنت بتروح معاها وبتساعدها وتبطل كسل كان زمان الثعلب معرفش يمسكها دلوقتي. افرض بقى ان الثعلب كان اكلها، ازاي كنت هتعرف تعيش من غيرها؟ عندك حق يا وزة،
أنا آسف يا روبي، آسف جدا، سامحيني. بعد كده أنا هخرج معاكي أجيب الأكل، وهصحى بدري وهبطل الكسل. وكمان انتي كمان يا وزة، لو احتجتي مني أي حاجة قوليلي وأنا هساعدك. حصل خير يا مستكة، أنا مسامحاك طبعا، أهم حاجة تكون عرفت غلطك وتتعلم منه، تبطل كسل بقى شوية وتبقى نشيط وتصحى بدري. والموقف ده عرفني قد إيه أنت بتحبني وبتخاف عليا، ربنا يخليك ليا يا رب. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة، يلا يا أصحابي اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من حواديت ديما ودوما.